بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم متواصلين مع حضراتكم مع تواصل أشواطنا في هذا المساء، أشواطنا العامة لهذا السن، لسن الحقائق من مسافة 4 كيلومترات في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس مؤسس هذا الكيان طيب الله ثراه. وهذا هو شوطنا السابع ضمن هذه الأشواط المنطلقة والمندفعة والتي رصدت لها جوائز عبارة عن سيارات من المركز الأول في كل شوط بإذن الله تعالى. نبدأ مشاهدينا الكرام ونتعرف مع المركز الأول، الراية، الراية لصالح بن سالم بن عبد الله آل علي الصيعري مع الراية مع المركز الأول، بينما الدور والنقلة مباشرة إلى المركز الثاني. ومن تتواجد على المركز الثاني؟ المركز الثاني ومن تتواجد فيه شندارة لهادف بن حمد بن عفصان المنصوري. ننتقل للمركز الثالث ومن تتواجد ريتاج لمحمد بن ساري بن بلوش المزروعي. ننتقل للمركز الرابع ومن تتواجد فيه قطرسة لفهيد بن محمد بن راشد الفهيدة المري مع قطرسة على المركز الرابع. والمركز الخامس يصل شعار بن عميرة من الجانب الأيمن مع ديمة عبد الله بن مطر بن حمد الشامسي من يتواجد مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى، أتممناها على حضراتكم وعلى مسامعكم. للمراكز المتقدمة نعود وإياكم إلى صدارة هذا الشوط. ومن تتواجد الراية لصالح بن سالم بن عبد الله الصيعري، التضمير والمتابعة مع حمد بن عبد الهادي البريدي من يتابع في التضمير. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني ومن تتواجد على مستوى المركز الثاني. الوصول والتقدم في هذه اللحظات، من تقدمت شندارة لهادف بن حمد بن عفصان المنصوري. ننتقل للمركز الثالث ومن تتواجد فيه. الوصول والتقدم هنا من قبل ديمة لعبد الله بن مطر بن حمد الشامسي. وعلى المركز الرابع الوصول أيضا والتقدم في هذه اللحظات من قبل الزعيمة لمحمد بن عبد الله بن جار الله النابة المري مع الزعيمة. والمركز الخامس التقدم من المركز الخامس في هذه اللحظات وضحى لمحمد بن عبيد بن حمدان العمري من يتواجد مع المركز الخامس. هذه النتيجة. الله هذه المقدمة مشاهدين الكرام وهذه المعلومة الكافية عن هذه المراكز المتقدمة الأولى. نعود وإياكم إلى صدارة هذا الشوط والكيلومتر الأخير. الأخير يا متأخرين، شوفوا شعار الشامسي مع ديمة لعبد الله بن مطر بن حمد الشامسي مع المركز الأول. غيرت واحتلت الصدارة، غيرت واحتلت المقدمة في هذه اللحظات. هذه ديمة، يا سلام، بدون أي تعليمات بدون أي أوامر هنا تنفرد انفراد كلي عن بقية المراكز. ديمة يا سلام يا الشامسي، ولكن وصول وقدوم هنا مشاهدين الكرام من ذبذبة وصلت في هذه اللحظات في أول نداء لها. هذه ذبذبة لمحمد بن حمد بن راشد البريص المري، ذبذبة وديمة، ديمة وذبذبة، وقدوم من غطرسة لفهيد بن محمد بن راشد الفهيدة المري. يا سلام، ديمة ولكن وصول وتقدم في هذه اللحظات من رموز أحمد بن سالم الزرعي من يتواجد هنا مع رموز. يا سلام، ديمة ورموز، رموز وديمة، ديمة رموز تحاول من الجانب الأيمن ولكن ديمة مشاهدين الكرام مع الشامسي، ورموز هنا تحاول على مستوى المركز الثاني، رموز ولكن ديمة مع المركز الأول، ديمة هنا مع الصدارة. يا سلام، سلام وتحياتنا لمالك ديمة والسيارة الثانية في رصيدها هنا في هذا المهرجان. مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس لعبد الله بن مطر بن حمد بن عمير الشامسي على هذا الناموس. المركز الثاني، المركز الثاني رموز لأحمد بن سالم بن سعيد الزرعي. المركز الثالث وصلت على المركز الثالث مشاهدينا الكرام جواهر لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. المركز الرابع
وصلت على المركز الرابع متعبة لمنصور بن محمد بن منصور الهاجري المركز الخامس وصلت فيه مراسيل لسعيد بن علي بن سعيد الغفلي. تهانينا والناموس للجميع مشاهدين الكرام. ديمة هي من أفرضت نفسها بقوة في هذا الشوط وهي من حقيقة حققت هذا الإنجاز وهذا الناموس. تهانينا والناموس مشاهدين الكرام لمالك ديمة ولحظة وصولها إلى خط النهاية غاطعة المسافة في زمن وغدرة. التوقيت الزمني مشاهدين الكرام 5:54 جزئين من الثانية. هذا هو توقيت ديمة. تهانينا والناموس لمالكها عبد الله بن مطر بن حمد الشامسي. أما المركز الثاني 5:54 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك رموز أحمد بن سالم بن سعيد الزرعي. المركز الثالث 5:54 9 أجزاء من الثانية. هذا هو توقيت جواهر. تهانينا لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. تهانينا والناموس للجميع.